سيدة عبد العليم استشاري العلاج الطبيب القصر العيني جامعة القاهرة. دايما بكلمكم في مواضيع مرضية وحاجات تقيلة وأمراض جامدة. النهاردة هكلمكم على موضوع خفيف ولطيف، هتكلم عن تجميل البشرة بتاعة الوش وشد البشرة بتاعة الوش وبتاعة الجسم كله بطريقتين، يعني يعتبروا أحدث حاجة، يعني مفيش اللي هو مفيش أحدث من كده. في تقنية اسمها النانو تكنولوجي بجزيئات الذهب، تمام؟ المادة دي بتتحقن للبشرة، بندخلها جوه البشرة. ممكن تدخلها عن طريق الحقن دايركت، ممكن تدخلها بحاجة اسمها الديرما رولر، بس أفضل حاجة تدخلها بيها حاجة اسمها الريديو فريكوانسي. اشمعنى الريديو فريكوانسي؟ الريديو فريكوانسي لوحده بيشد البشرة، بيزود الكولاجين، بيزود الإيلاستين بتاع البشرة، وبالتالي بيزود نضارة البشرة وبيشيل التجاعيد، خلاص؟ وبيعمل حاجة اسمها سكين ريجوفينيشن، يعني بيجدد خلايا البشرة. فأنت استفدت من كل، يعني استفدت من الراديو فريكوانسي مع الحقن اللي هو بجزيئات الذهب على البشرة بتقنية النانو تكنولوجي، اللي هو بيعمل سكين فيرمنت، بيخلي الجلد يبقى ماسك نفسه، بيخلي البشرة يبقى فيها نضارة وبيشد الجلد. مش عايزة اقولك النتيجة سريعة جدا جدا، ومش بس في البنوتات اللي هم قربوا يتجوزوا وجايين يعملوا تجميل بشرة زيها او تخسيس او حاجات زي كده، لا بيجيب نتيجة حلوة كمان حتى في السن الكبير. يعني احنا شفنا حالات لا بشرتها في نفس الجلسة اتفردت، وكنا مصورينهم قبل وبعد، الرقبة كانت يعني مترهلة خالص، الرقبة اتفردت خالص، الستريتش ماركس والسيلوليت والعلامات اللي في الجسم برضو بالتقنية بتاعت النانو تكنولوجي مع الراديو فريكوانسي بنقدر نجيب بيها نتيجة عالية جدا جدا في شد الجلد وشد البشرة والسيلوليت والستريتش ماركس وزيادة الإيلاستين والكولاجين بتاعت البشرة. هنوريكم بس طريقة التطبيق. بنبدأ ننزل بنبدأ بقى ننزل الدواء على البشرة بالشكل ده، ونبدأ طبعا. بصوا ما شاء الله، من أول دقيقة البشرة ادت لون حلو، يعني احنا لسه ايه اول دقيقة شايفين اللون، النضارة البشرة احمرت في ساعتها والنضارة. متخيلين النتيجة السريعة ازاي يا جماعة؟ انا بس عايزة اوري، يعني ده الجلسة يعني اطول من كده، بس ده انا عايزة بس اوري الناس، بس متخيلين سرعة النتيجة وشايفين اللون. شايفين اللون عامل ازاي؟ هي سمرة يعني، شايفين هنا. نبدأ بقى ناخد الرينكلز دي، شايفين الفرق ده؟ لسه احنا ايه ده كمان بقى، كمان لو في رينكلز زي كده، بص في ثانية اتفردت كأنك كويتها، شايفين كأننا كويناها. وزي ما انتوا شايفين مفيش اي تجاعيد، مفيش اي رينكلز حتى صغيرة. اللون بشرتها شايفين النضارة عاملة ازاي، بس دي التقنية بتاعت وبرضو اذا في ستريتش مارك برضو في الجسم، اذا في ترهلات بيجيب نتيجة عالية جدا، خصوصا لما بنستخدم معاها جزيئات الذهب اللي هي بالنانو تكنولوجي
النتيجة بتزيد جدا وبتبقى عالية جدا. يا رب نكون فدناكم في حلقة النهاردة، وكانت حلقة خفيفة وسهلة كده عكس الحلقات بتاعتي التقيلة اللي انتم متعودين عليها.